لما شفتك انبهرت، بدلة حلوة، بسمة ألطف، كلمة ناعمة، ضحكة أجمل، طلع الشاشة انبهرت. أيوة احنا خايفين على البلد. من اللصوص والسرقة يعني؟ لا. طب ما الظلم والسجن، قهر الغلابة قصدك؟ برضو لا، احنا ايد في ايد مع بعض، راح نحارب الارهاب، تجار الدين، وسط الغلابة المحتاجين. ايوه صح، يبقى هتتكلم على صول صلاح ومعاون مباحث اسمنا قاتل سماح، والكنيسة في الميدان، اشغال طريق ومخالفة بنى، سور طوله 2000 دراع، وشيخ جامعنا والمؤذن لا في حضور للصلاة ولا يوم يأذن، قال يجي ينقش في الدفاتر انه حاضر، تقولش محضر، اوقاف يا سيدنا. لا لا لا، ايه الكلام ده؟ ارهاب يعني اخوان، يعني مرسي، ارهاب كل اللي يهتف يقول انا غلبان، عاوز من البلد دي ربع حقي، بالدقول والنقاب، ناس ضد التحضر والحياة. ايوه فهمتك، حاضر سعادتك. انت قصدك الحاجة نعمة؟ ايوه هي، دايما تساعد، والغلابة على طول بتدي، ولا جوزها عم صالح قال يصلي بدل الإمام وابنه يؤذي، لا وبدون مرتب، وكمان حمادة المهندس ليل نهار صدع دماغنا عن الكرام وعن حقوقنا، والربنا عاوزنا نرجع. ايوه تمام، انت فاهم صحيح يا باشا. ايوه فاهم، احنا لازم نسمع كلامكم ونثبت عندنا دايما قناتكم، نجوع نموت مش مهم، البركة في جنبكم، الطيبين اللي فينا لازم يموتوا علشان سوادكم ينتشر، يحجب عننا نور ربنا، قال ايه يهتفوا عننا عشان نعيش زي سعادتك، بقى ده كلام، لازم نموت كلنا علشان جنابك، وانبهاري بنور سعادتك، انبهاري انبهاري، اه يا ناري حمر قراري كنت انا لسعادتك.